طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تلت الجيمرز، مقطع جديد ستار فيلد. إن شاء الله راح أكثر الشروحات الأيام هذه عشان إذا جت لايز اف بي أكون شاغل معاها. طيب إيش عندنا اليوم؟ عندنا الأسلحة والدروع، الأسلحة والدروع. لو جينا هنا راح نلقى عندنا الأسلحة، هذه الأسلحة وهذه الدروع. الدروع عندك اللي هي أربع قطع، الدروع أربع قطع. تعال نشوف الأسلحة. الأسلحة تنقسم إلى أربعة ألوان، عندك اللون الأبيض، بعده الأزرق، وبعده اللي هو البنفسجي، وبعد اللي هو الاصفر. ما عندي اصفر، غريبه، اللي هو اصفر سلاح قوي. ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بسيط جدا، الفرق بين الالوان اللي هي فيها الخصائص. زي مثلا ايش الفرق بين هذا وهذا؟ ايش الفرق بين هذا وهذا؟ نفس السلاح شايفين، تمام، لكن الفرق اللي هو هذا عنده شو اسمه اكستندد ماجازين، تمام، يعني يشيل طلقات اكثر. نشوف هذا مثلا، تعال نشوف هذا كم طلقه فيه؟ فيه طلقتين. لكن لو اخذنا الثاني هذا، شايفين في اربع، شايفين في اربع، شيل لك اربع طلقات بدل طلقة. تشوف واحد اثنين ثلاث اربع، طبعا يكون بالعادة اقوى منه، يكون بالعادة اقوى منه، لكن بشكل عام اللي هو هذه هي الخصائص. شوف كيف هذا يزيد لك، يقول لك ازيد لك اربع طلقات. عندك مثلا، خلينا نشوف اسلحة ثانية، في اسلحة منتشرة اللي هي هذه. مثلا عندك السلاح، طيب مثلا عندك السلاح هذا جراندل، وعندك سلاح هذا. السلاح هذا ايش؟ لو لاحظتم البنفسجي عنده زياده في الخصائص، مثلا يقول لك اللي هو كل ما نقصت الصحه حقتك كل ما زادت قوه الطلقات، تمام؟ ويعطيك 15% دامج اثناء اللي هو اثناء خلينا نقول التصويب. زي مثلا لما اذا ضغطت L2 اطلقت زي كذا، ما في طلقات، ضغطت L2 واطلقت الطلقات تزيد بنسبه 15%. فشفت كيف؟ فهذه هي الفرق بين الالوان، الفرق بين الالوان طبعا اللي هو اهم شيء اللي هو الخصائص هذه، الخصائص هذه. في حاجه ثانيه هي المودات، المودات ما لها شغل، المودات لا، المودات ما لها علاقه في اللون. ايش معنى؟ يعني مثلا لو نبغى سلاح، مثلا عندك هذا، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ لو لاحظتوا في فرق، هذا فيه ليزر، هذا فيه ليزر، او انا اخذه، شايفين الليزر؟ في ليزر، شايفين الليزر؟ ما ادري واضح الليزر، خلينا نحط، شايفين الليزر؟ فيه ليزر. لكن لونه نفس الشيء، لونه ابيض يعني ما اختلف. لكن هذا لا، هذا عنده لونج بيرل، تمام، وشورت سكوب، فيه منظار قصير، وفيه اللي هو خلينا نقول الحديده حقته الطويله شوي، مولفوها الحديده، شوف فيها سكوب، شايفين فيه منظار، لكن ما له علاقه في القوه، لا، الخصائص بس تتغير في اللون. يعني اللون اذا كان كل ما اختلف اللون كل ما اعطاك خصائص حلوه. زي مثلا في سلاح هنا اللي هو سلاح حلو هنا استخدمه انا بالعاده اللي هو هذا، شايفين هذا يعطيك سم، هذا يعطيك سم، هذا يسبب سم للاعداء، فبصراحه رهيب رهيب جدا. وكمان يزيد لك 30% دامج اذا كنت في الفضاء، في السبيس، في الفضاء. طيب تعالوا نقرا، ناخذ قراءه اللي هي الاسلحه. قراءه الاسلحه اللي هو فوق عندك اللي هو اسم السلاح هذا، مثلا بويزن جرندل، تمام، ايبك رايفل، هذا شوتجن عاديه. ايبك اللي هو طبعا اذا كان بنفسجي ايبك. طيب هنا عندك اللي هو الدمج، هذا هو اهم شيء، الدمج، قوه السلاح، هاي ثلاثه قوه السلاح، كل طلقه تسبب ثلاث نقاط، تنقص ثلاث نقاط. هذا لا، كل طلقه تنقص اربع نقاط. لكنه هذا شو الفرق بينه؟ لو حطهم هذا في كذا انفجار، يعني هذا يطلق طلقات عاديه، لكن هذا يطلق ليزر. عندنا هو الامو، تحت الامو اللي هي الطلقات، ايش الطلقات المستخدمه؟ زي عندك السلاح هذا يستخدم طلقات 1.5 كي في ليزر، هذا اللي هو الكيسلس شيل، هذا يطلق كيسلس شيل، هذا الطلقات حقته 11 ام ام. ليش؟ لان في، ليش المعلومه هذه مهمه؟ لان اللعبه فيها طلقات كثيره، يعني ماني عارف من الغبي اللي فكر في الحاجه هذه، طلقات كثيره. يعني شوف هاي طلقات مثلا كاليبر، هذه طلقات 1.5 كي في ليزر، ها هذه حقت مين؟ حقت السلاح هذا. فالطلقات الكثيرة ذي ماني عارف مين الغبي اللي فكر فيها بصراحة، طلقات السلاح. طيب الماج هذه، الماج هذه يعني كم طلقة يشيل؟ يشيل هذا 16 طلقة. طيب عندنا الراوندز، الراوندز اللي هي الطلقات اللي على اليمين. تحت الفاير ريت، الفاير ريت اللي هو سرعة الإطلاق، سرعة الإطلاق في الثانية كم طلقة يطلق، شوف كيف؟ 25 طلقة في الثانية، يعني في ضغطة واحدة تقريبا، ثانية ونص، تقريبا ثانية ونص. الرانج، الرانج اللي هو المدى. الأكروسي، الدقة، الدقة هي دقة السلاح. الماس هذه اللي هي الماس، وزن السلاح، الفاليو قيمة السلاح. المودز، المودز هذا ايش معناه المودز؟ شايفين المودز هذه؟ المودز هذه يعني اشياء تركبها انت في السلاح، اشياء تركبها في السلاح. زي مثلا لو جينا هنا تلقى هنا مثلا عند السلاح هذا في واحد،
اللي هو سيمي اوتوماتيك، يخلي سلاح سيمي اوتوماتيك شبه اوتوماتيكي. الأسلحة هذه تقدر تطورها بشكل واحد بس، تقدر تطورها اللي تزيدها موت، بس تزيد لها موت. المودات اللي هي نشوفها الآن، الآن نشوف المودات، تعال نشوف المودات. طبعا في حاجة بس قبل ننتقل للمودات وكيف نركب المودات، اللي هي شباب تبغى تركب سلاح في القائمة السريعة، تضغط عليه واي وتحطه هنا مثلا. مثلا السلاح هذا أبغاه هنا، حطيته هنا. مثلا السلاح هذا فينه؟ السلاح هذا أنا مفضله أحطه مثلا هنا فوق، شايفين؟ وزي كده. تبغى تقارن بين سلاحين، تضغط اللي هو الشكل هذا اللي هو جنب زر ستارت، تقارن بين السلاح اللي معاك والسلاح اللي تختاره، تمام؟ طيب تعالوا نشوف المود. ايش قصة المود؟ المود الآن عشان تركب أسلحة مود تحتاج لخطوتين. الخطوة الأولى اللي هي أوريكم، تحتاج إلى طبعا طاولتين، طاولة اللي هي الريسيرش. لو جينا هنا مثلا في اللوج، تعرفون اللوج هذا المكان هذا، إذا جيت هنا خش كذا يمين أوريكم في غرفة تحت فيها كل شيء هنا، تمام؟ نحتاج الشيء هذا ونحتاج الشيء هذا، تمام؟ نحتاج الشيء هذا والشيء هذا حقت الأسلحة. طيب إيش نحتاج هذا؟ لو أول شيء ليش؟ أول شيء نحتاج، خلنا نجي هنا، أول شيء خلنا نجي هنا عشان أوضح لكم أكثر. هنا هذا اللي هو خاص بالأسلحة، هذا خاص بالأسلحة، لأن عشان أتعامل مع الشيء هذا تحتاج تفتح قدرة اللي هي مهارة، لازم تفتح المهارة هذه، لازم تفتح المهارة. المهارة هذه تقول لك إيش؟ المهارة هذه عشان تقدر تصنع مودات للأسلحة، لكن كل ما طورتها، كل ما قدرت تصنع أسلحة أو خلنا نقول أدوات أقوى. لو فتحت هنا تقدر تصلح الماستر ليفل ويبن، يعني ماستر ليفل أعلى أعلى شيء. طيب إذا فتحنا هذه نيجي هنا وندخل هنا. الطاولة هذه تتطور على حسب زي ما قلت القدرة هذه. أنا فتحت الآن، أنا مفتحتها كلها. فأنت كل ما طورت القدرة هذه راح تتطور معاك اللي هي الطاولة هذه. فهنا مثلا نقدر نحط النار، نقدر نحط السلاح نار. مثلا لو جينا السلاح هذا، خلينا ناخذ السلاح هذا، باخذ سلاح مرة عادي. باخذ سلاح بسيط زي السلاح هذا مثلا، سلاح بسيط جدا، تمام؟ تعال ركب فيه. عندك اللي هو شيء كل، طبعا المودات تختلف من سلاح لسلاح، تمام؟ زي عندك مثلا السلاح هذا، شوف السلاح هذا. السلاح هذا ايش اقدر اركب له؟ لان عندك نوعين من الاسلحه، عندنا قلنا في اسلحه اللي هي ليزر واسلحه ناريه، تمام؟ زي اسلحه الليزر، لا اسلحه الليزر تختلف في اشياء. تعال نشوف ايش عندك. هنا عندك اللي هو البيرل، اول شيء الماسوره، تقدر تحط الماسوره طويله او قصيره او صغيره، ما هذا بس تركب له ماسوره طويله. لكن عندك هذا فين هو؟ عندك هذا فين؟ الجريندل، الجريندل من اقوى الاسلحه بصراحه. الجريندل تقدر تصلح له تعديلات كثير، شوف ماسوره طويله. طيب ماسوره طويله ايش فايدتها؟ هذه تزيد لك اللي هو الدقه، تزيد لك الرانج المدى. هنا عندك هذه لا هذه شوي يعني سبيشلايزد، هاي تخلي السلاح تزيد لك الدقه والرانج، بس تخلي السلاح شويه خفيف شوي، ما يتحرك كثير، تمام؟ زي عندك هنا الليزر، هذه تحط لك الليزر، تحط لك ليزر. عندك هنا اللي هو يزيد لك اللي هو المنظار، تبغى تحط منظار هنا، تبغى تقنص تحط منظار من هنا. هنا عندك المازل، هنا مازل هي الفوهة، تمام؟ الفوهة تزيدك بالعدد الأكروسي، تقريبا الأكروسي كلها تقريبا هذه. عندك هنا لا، هنا يزيد لك حاجة حلوة، هنا ممكن يزيد لك اللي هو هذا، يزيد لك اللي هو سرعة التلقيم، سرعة التعشيق، فشيء جيد. عندك هنا لا، هنا يزيد لك اللي هو يزيد لك ايش؟ هنا يزيد لك مثلا، هنا يزيد لك اللي هو الدمج، وهنا مثلا يزيد لك ليزر، يخلي الأسلحة النارية الطلقات النارية فيها ليزر. هنا عندك الانترنال هذا كويس، هذا برضه يزيد لك اللي هو الدمج، تمام؟ لكن هنا مثلا، هنا فين هو؟ مو هذا لا، هنا مثلا الريسيفر هذا، هذا مثلا يخلي طلقاتك حارقة، فهذا انصح فيه، هذا دائما انصح فيه، خلي طلقاتك حارقة، تحرق الناس، فهذا شيء جيد ترى، زي تقريبا السم، نوعا ما زي السم. هذا يخلي طلقاتك حارقة. سكين يتغير شكل السلاح، لون السلاح. طيب، الآن لو مثلا بطبق هذه، خلينا نجي هنا على البيرل، البيرل هذا مثلا ابغى اطبق هذا، خلينا نقول هذا، هذه ابغى اصلح له ستاندرد بيرل. ايش احتاج؟ لاحظوا معاي في اليمين، احتاج اللي هو سيلانت واحد، واحتاج ايرون واحد. طيب معاي سيلانت؟ نعم. معاي ايرون؟ نعم. فاضغط عليه ايه، خلاص طبقنا. طيب الان لو جيت، مثلا ابغى اعطيه لونج بيرل، ايش يحتاج؟ يحتاج سيلانت واحد، معاي سيلانت. يحتاج ايرون واحد، معاي ايرون، معاي 43 ايرون. يحتاج نيكل واحد، معاي 13 نيكل. طيب ليش؟
ما اقدر اركب للمود هذا. ايش السبب؟ السبب لانه شايفين تحت ايش فيه، يقول لك required research، يحتاج الى بحث، يحتاج الى بحث. البحث اللي هو يحتاج الى البيرل مود نمبر 1، يحتاج الى البيرل مود رقم 1. شايفين لازم البيرل مود رقم 1 مفعل. خلينا نسميها وصفه، خلينا نسميها وصفه. فمعاي كل شيء. طيب ايش يبغى الوصفه؟ من فين اجيب الوصفه؟ هنا نرجع لحاجه ثانيه. هنا نترك الطاوله هذه ونروح الطاوله هذه. الطاولة هذه نيجي عندها، سلام يا طاولة، وندخل في وصفات الأسلحة. عندك هنا تصلح وصفات، وصفات علاجات، وصفات طعام، وصفات اللي هو تطوير اللي هو أوتبوس، ناخذها إن شاء الله، تطوير اللي هو أرمر، وصفات أرمر. هنا وصفات اللي هي الأسلحة، شايفين هذه صوت الأسلحة. هذه إيش قصتها؟ هذه تخليك تسمح لك تركب مودات، تسمح لك تركب مودات معينة. زي أنا إيش قلت، أنا أبركب أنا مصورة طويلة، احتاج الى بيرل مود رقم 1. ايش احتاج ادوات؟ احتاج الى ايرون، يحتاج الى، خلينا نشوف كذا، يحتاج ايرون 3، يحتاج نيكل 3، يحتاج سيلانت 3، لازم فوق 100%. باجي نعطيه اقول خلاص خذ هذا ايرون، خذ لك ايرون 3، خذ لك نيكل 3، خذ لك سيلانت 3، خلاص صار 100%. معلش 2 سيلانت، 100% فوق خلاص. واذا خلصت المود واحد يفتح لي اثنين، واروح كمان افعل اثنين. ما هي الدوات حقتها؟ افعل اثنين، فعلت اثنين، هذا فعلته، هذا معي كل شيء. اوكي صلحت كمان اثنين، اذا صلحت اثنين يفتح ثلاثة، صلحت اثنين لا خلاص ما يفتح ثلاثة، خلاص فتحت واحد اثنين. طيب هنا، هنا ليش ما اقدر هذا افتحه؟ تمام، ليش ما اقدر افتح هذا؟ اذا ابغى افتح هذا اللي هو المجازين اند باتري مود واحد، لازم افتح اللي هو المهاره هذه، مهاره اللي هي ويبن انجينيرنج. ويبن انجينيرنج هي بس اطورها، اذا طورت اقدر اصلح مودات هنا، اقدر اصلح مودات هنا واصلح مودات هنا. تمام، يعني اساسها هنا اصلح اشياء هنا. طيب يلا نيجي الان نشوف، يلا نصلح اللي هو اللونج بيرل. هذا البيرل نقدر نصلحه؟ نعم الان نقدر نصلح اللونج بيرل. خلاص فتحت المهاره، المهاره شوف يقول لك الوصفه، يقول لك الوصفه 100%، خلاص اقدر اركب له لونج بير. شايفين كيف؟ فهذا هو تطوير الأسلحة بشكل عام، تطوير الأسلحة هذا بشكل عام. تركب المودات، المودات لها فائدة حلوة، بالذات إذا كنت حبيت سلاح تبغى تركب له منظار كويس، تركب له من هنا. تركب له من هنا الأوبتيك، منظار ممتاز جدا. بس تحتاج تفتح أوبتيك أند ليزر مود. أوبتيك أند ليزر مود تفتح من هنا، نجي نشوفه. نفتح من هنا. شوف معاي دوات حقت اوبتيك اند ليزر، اوبتيك اند ليزر اظن ما جبتها صح؟ لا جبتها. اوكي فتحته، اوكي ممتاز. الان اقدر افتح اصلح لي منظار، اوكي ممتاز خلاص 100%، خلاص اقدر افتح منظار الان. المنظار هذا ممتاز والله، اقدر افتحه؟ لا ما اقدر، ما عندي ادوات. فهذا تطوير الاسلحه. تمام خلاص الان فله في الاسلحه. طيب تعالوا نشوف الدروع. الدروع عندنا، الدروع عندنا هي أربع قطع، شايفين هي كلها نفس الشيء، أربع قطع نفس الشيء. تعالوا نشوف نقرأ الدروع. الدروع تحميك من إيش؟ تنقسم إلى قسمين، لو لاحظتوا بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الدامج، يعني مثلا عندك الفيزيكال دامج، هذه يعني قوة الدرع ضد الضربات العادية، ضربات الطلقات العادية، الانفجارات العادية. الإنرجي هذه لا، قوة الدرع ضد ضربات اللي هي الإنرجي، الطاقة زي الليزر. الإي إم هذه اللي هي الطلقات المغناطيسية، الكهرومغناطيسية. تمام، في اسلحه تطلق طلقات كهرومغناطيسيه بس ما هي عندي هنا، ما عندي ولا واحد منها. هي نادر بالعاده، اظن تقدمت في اللعبه كثير يطلق تلقى اعداء معهم الاسلحه هذه. طيب اللي تحت الشيء اللي تحت اللي هي خلينا نقول الامراض، اللعبه فيها امراض. ايش الامراض في اللعبه؟ اللعبه فيها امراض اللي هو من غير السم ومن غير اللي هو النار، لا فيها امراض اللي هي عندك الثيرمال، هذه امراض اللي هي البيئه. فاذا بتدخل كوكب لازم تنتبه للبيئه حقت الكوكب. مثلا اذا كان الكوكب وشيء الثيرمال اللي هي حرارة الكوكب، يعني إذا كان الكوكب بارد جدا، كل ما كان الكوكب بارد كل ما الأفضل تلبس درع الثيرمال حقه عالي. الإيربورن اللي هو إيش الإيربورن؟ الإيربورن اللي هو الأمراض المعدية، الأمراض في الجو. بالحين تدخل كوكب فيه في الجو فيه فيروسات بكتيريا، فلازم تكون تلبس درع الرقم فيه عالي. الكريسف هذه اللي هو التآكل، بالحين تدخل كواكب، خلنا نقول كواكب أسيدية، كواكب أسيدية تسبب للبذل حقتك تآكل،
فلازم تلبس درع التآكل فيه عالي. الرادياشن بحال تدخل شو اسمه كواكب فيها اشعاع، فيها اشعه نوويه، فيها اشعه ضاره، فلازم ايش يكون الرادياشن عندك عالي. فهمت كيف؟ هذه طيب تقدر تطور الدروع هذه كلها نفس الشيء. شوف تحت طبعا اللي هو الماس اللي هو الوزن، وجنبه اللي هو في يمينه هذا اللي هو قيمه الدرع اذا بعته. تمام. طبعا زي ما انت شايفين الدروع الوان، كل ما زاد اللون كل ما زاد خصائص، كل ما زاد اللون كل ما زاد خصائص. ما عندك اللي هو هذا اللي هو الليجندري الاسطوري يعطيك خصائص اكثر، هذا يعطيك خصائص ثلاث خصائص، الازرق يعطيك خصائص خاصيه واحده بالعاده. انا تحتاج انجليزي عشان تعرف ايش الخاصيه المناسبه لك. الدروع نفس الشيء نفس الفكره، تصلح هنا شايفين في هنا يقول لك سبيس سوت ورك بانش اللي تخص اللي هي سبيس سوت، فتركب هنا اللي هي تقدر تعدل على الدروع بالعاد، تركب مودات، تركب مودات هذا يزيد اللي هو الدامج ضد. شايفين فوق في اليسار، شوف اليسار هذا يزيد لك اللي هو الفيزيكال، هذا يزيد لك الالكترو ماجنت. تمام. هذا يزيد لك الانرجي. تمام. مثلا مود هذا مود هنا يزيد لك اللي هو هذا يزيد لك ايش، هذا يزيد لك الدفاع ضد الانفجارات، هذا يخلي الاعداء ما يكشفونك الاعداء ما يكشفونك بسرعه، ويزيد لك دفاع ضد الثلاثه طلقات كلها، هذا برضه يخلي الاعداء ما يشوفونك. هذا سكن اللي هو شكل الدرع. يبقى العاده في الخوذات بس مركزين على الخوذه، لكن هي هذه المودات، وتغير هنا المودات تركب مودات تعجبك. زي هذا مثلا هذا كويس، هذا ضد الهازارد وبروتكشن، هذه يزيد لك اللي هو يزيد لك المناعه ضد الامراض كلها. طيب هذه نفس الشيء، هذه نفس الشيء زي مثلا هذا بفتحه ما اقدر افتحه، ليش؟ يحتاج الى باك مود ثلاثة، باك مود ثلاثة. زي هذا مثلا هذا يحتاج الى باك مود واحد، هذا يحتاج الى باك مود واحد. طيب من فين اجيب الباك مود؟ زي ما عرفنا المودات من فين نجيبها، افتحها من هنا الوصفات، افتحها من هنا، نرجع للشيء هذا. تعالوا نشوف عندي هنا، هنا شايفين اكويبمنت، واشوف الباك مود هنا هلمت مود، هنا الباك مود. الباك مود احتاج الى سبيس سوت ديزاين عشان افتح هذه بعضها، عشان افتح هذه بعضها احتاج الى سبيس سوت ديزاين. فين سبيس سوت ديزاين اللي هي القدرة هذه، فين هذه سبيس سوت ديزاين، فلازم افتح القدرة هذه عشان اقدر اصلح وصفات واعدل على اللي هي الدروع. تمام. هذه هي باختصار، هذه هي الأسلحة والدروع باختصار. جدا نظامها جدا بسيط، بس اللعبة تحتاج انجليزي. بالمناسبة هنا في المكان هذا في هنا اللي هو الشيء هذا شايفينه، هذا لو ضغطنا عنده اكس هنا نقدر نحط ادوات، ضغط البي تقدر تحط هنا، يعني هذه زي ما تقول حقيبة، حقيبة تطش فيها ادواتك يعني، بس وتبقى هنا الى ما لا نهاية، هذه تشيل الى ما لا نهاية، الحقيبة هذه تشيل الى ما لا نهاية، لكن لازم عشان تستدعيها لازم تجينا، لازم تجينا وتشيل. تمام. طيب الان بننزل في قمر ونشوف التأثيرات، ناخذ فكرة على التأثيرات. بس في حاجة معلومة مهمة جدا، إذا دخلت مكان وأثر عليك وأنت لابس الدرع ضد الشيء هذا لازم تلبس الثلاث قطع كلها. طيب الآن نزلنا في القمر هذا، نضغط البي ونشوف حرارة اللي هو، الآن أقول لك في مشكلة. إيش في مشكلة؟ في إشعاعات، شايفين؟ في إشعاعات، سبب لي إشعاعات. إشعاعات في عالية. شايفين سبب لي اشعاعات، شايفين هنا يقول لك، هنا يقول لك راديشن. كوكب هذا فيه اشعاعات لكن البذله تحميك ضد الاشعاع، يقول لك الان تم تفعيل اللي هو ايش، حمايه البذله ضد الاشعاعات. فلو شلنا البذله هذه، لو مثلا خلينا نشيلها، شوف حاجه اوريكم، لو شلت البذله يا سبب البذله، شوف الان عندي مشكله ايش، شوف كيف الآن خلاص ثاني أكسيد الكربون يزيد، الصحة تنقص. الآن جاني الآن هاي يقول لك الآن البذلة ما قدرت تحميك، البذلة ما في حماية بذلة، فهي تحميك يعني بنسبة يعني، هي زي ما تقول يعني نادر تلقى شو اسمه، خليني ألبس هذا، نادر تلقى مكان يعني فيه ما يحميك 100%، نادر. على طول حمتنا، شوف كيف على طول صارت حماية. ان شاء الله مقطع ان شاء الله بكره اتكلم عن الادوات هذه وش كل اداه تسوي لكم، يعني ايش الادوات المهمه تركزون عليها مع القدرات ان شاء الله.
وكيف نصنع الادوات ونصنع الاكل ونحتاج الاكل كمان. عموما في الختام لا تنسوا اللايك اشترك في القناه وتدفع المقطع اصحابك خلي يزمون ذات وتميم بلعبه ستارفيلد. حياكم على حساب انستغرام تويتر على الموقع. تلكم العاب العباد اصلا تلدين. والسلام عليكم ورحمه الله.